السؤال بشكل مباشر لحضرتك، ليه حضرتك غير راضي عن قانون الاستثمار في نسخته الحالية؟ لأنه لم يحقق كل ما قيل قبل إصداره. إزاي حضرتك يعني؟ هل أنتوا اتفقتوا على شيء واللي بيحصل دلوقتي شيء تاني؟ ما اتفق عليه في اللجنة التشريعية، وهذا ليس سر وبالتالي من حق أن أنا أقوله، ما اتفق عليه في اللجنة التشريعية مش هو اللي صدر. ليه حضرتك؟ إيه اللي حصل؟ يرجع للحكومة. طب إيه مصلحتهم إن هم يغيروا فيما تم الاتفاق عليه مع اللجنة التشريعية؟ يرجع للحكومة.